أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن الحملة الإعلامية المشبوهة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ليست وليدة اليوم، إنما هي حملة موجهة ومستمرة منذ ما يزيد على 30 عاما. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريح خاص لقناة العين الإخبارية إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تمكنت على الدوام من تجاوز هذه الهجمات المسيئة التي تعكس ثقافة إعلامية دخيلة على مجتمعاتنا رسختها بعض وسائل الإعلام المغرضة بهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن الشقيقة الكبرى في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، ستبقى دائما الحصن الحصين والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية. وفي ختام تصريحه جدد سعادة وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية جدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الراسخ بالوقوف صفا واحدا إلى جانب الشقيقة الكبرى في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على رفض مملكة البحرين القاطع لكل هذه الهجمات المسيئة والحملات الإعلامية المضللة التي لن تحقق أهدافها المشبوهة بفضل التفاف الشعب السعودي الشقيق حول قيادته الحكيمة. المملكة العربية السعودية تواجه هذه الحملة ليست وليدة اليوم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أوصلت للمشاهد العربي أو المتابع بأن هناك حملة موجهة للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تواجه هذه الحملة منذ أكثر من 30 سنة، ولكن لله الحمد دائما تبقى المملكة العربية السعودية هي الحصن الحصين للأمة العربية والإسلامية، هي العمق الاستراتيجي لكل دولنا العربية والإسلامية. دائما ما نؤكد وقوفنا الدائم مع المملكة العربية السعودية، فكلنا السعودية بإذن الله.